الكشف عن عملة جديدة وموحدة بين الشمال والجنوب، فلنتابع التفاصيل. أفادت مصادر مطلعة بأن المبعوث الأممي سيجري عدداً من اللقاءات في عدن لاستكمال الجهود التي بدأها في صنعاء بداية شهر رمضان، والمتعلقة بتوحيد السياسات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في اليمن. يأتي هذا على إثر نتائج المشاورات المغلقة التي جرت قبل رمضان في الرياض ومسقط، وأسفرت عن إعلان الهدنة العسكرية في اليمن. وبحسب تلك المصادر، فإنه سيتم استكمال مناقشة ما تم طرحه بمشاورات مسقط بشأن متطلبات التزام بنك عدن في جانب الإيقاف الكامل لأعمال طباعة العملة وحصر الكميات المطبوعة حتى الآن والإفصاح عنها، ذلك وإضافة إلى الاتفاق على آليات سحب وإتلاف فائض العملة المحلية بدعم خارجي، والاتفاق على سعر ثابت للريال اليمني القديم المتداول في مناطق بنك صنعاء مقابل الريال المطبوع والمتداول في مناطق بنك عدن الطبعة الصغيرة القعيطي. وقد كان هناك اتفاق مسبق في مسقط على إتلاف كامل لكميات العملة التي طبعها بنك عدن من فئة 1000 المشابهة لفئة 1000 ريال القديم، وهي الطبعة التي صنفها بنك صنعاء بأنها مزيفة ومنع تداولها. ويأتي ما سبق لتمهيد طباعة عملة جديدة موحدة يكون سعرها مساويا لسعر الريال القديم المتداول بمناطق بنك صنعاء، وإعادة توحيد البنكين في بنك مركزي واحد.